الوحدة طبعا مساعدة والدتي كثير، كانت توفر لنا بيئة مرة كويسة مع والدي طبعا، تساعدنا على الإبداع، نبتكر، وغير كذا أني كنت مشاركة مع برامج موهبة الصيفية المحلية لثلاث سنين على التوالي، فهذا ساعدني كثير أني أكون يعني بهالطريق. الفكرة عبارة عن كمامة، الكمامة التقليدية اللي وظيفتها حماية من الأتربة والغبار، طورتها لتكون وسيلة علاجية، يعني طريقة علاج جديدة. كيف؟ أضفت لها تشامبر أو حجرات فيها مادة فعالة، المادة الفعالة طبعا تكون زيوت عطرية أو مواد عشبية بشكل عام أو مواد كيميائية. غير كذا في صمامات لخروج هواء الزفير، كيف نستخدمها؟ نبدأ نفتح الكمامة كذا، حتبدأ المادة الفعالة بالانتشار، شهيق، زفير، طيب تكرر أكثر من مرة لين تنتهي المادة الفعالة، خلاص بعدها ترمى، تكون بديل للبخاخات.